الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم إنا نحمدك كما علمتنا أن نحمد، ونصلي ونسلم على خير خلقك سيدنا محمد. وبعد، الحلقة 28 من حلقات مقرر إدارة المنشآت المالية. تناولنا في الحلقات الأربع السابقة منشآت التأمين كأحد أنواع المنشآت المالية، وفي هذه الحلقة نلقي الضوء باختصار شديد على نوع آخر من أنواع المنشآت المالية، ألا وهو البورصات. عنوان هذه الحلقة هو البورصات، ونتناول فيها ثلاث قضايا رئيسية. هي القضية الأولى المقصود بالبورصة، القضية الثانية الأمور التي تختلف فيها البورصة عن الأسواق التقليدية المعروفة، أما القضية الثالثة فهي أنواع البورصات. ما هو المقصود بالبورصة؟ الإجابة: البورصة هي اجتماع. هذا الاجتماع يعقد في مكان معين وفي مواعيد دورية محددة، ويضم متعاملين بالبيع والشراء في حاصلات زراعية أو منتجات مصنوعة أو عقود أو أوراق مالية. هذه البورصة تشرف على إدارتها هيئة لها نظامها الخاص، وتخضع لقوانين ولوائح يلتزم بها كافة المتعاملين داخلها. يلتزم بها كافة المتعاملين داخل البورصة. إذن فالبورصة اجتماع يعقد في مكان محدد وفي مواعيد دورية محددة، ويضم متعاملين بالبيع والشراء. إذن فهي سوق به بائعين وبه مشترين. المتعاملين بالبيع والشراء يبيعون ويشترون حاصلات زراعية أو منتجات مصنوعة أو عقود أو أوراق مالية. هذا السوق المعروف بالبورصة تشرف على إدارته هيئة لها نظامها الخاص بها، وتخضع لقوانين ولوائح يلتزم بها كافة المتعاملين داخل البورصة. ما هي الأمور التي تختلف فيها البورصة عن الأسواق التقليدية المعروفة؟ في تعريف البورصة قلنا إنها سوق للبيع والشراء. طالما أنها سوق، فما هي الأمور التي تختلف فيها هذه السوق عن الأسواق التقليدية المعروفة؟ تختلف البورصة عن الأسواق التقليدية المعروفة في عدة نقاط. الأولى أن الصفقات التي تتم بالأسواق التقليدية لابد وأن تشمل سلعا موجودة بالفعل، بينما قد يتم التعامل في البورصة عن سلع غائبة أو على عينات فقط من السلع. الاختلاف الثاني: تصل المعاملات في البورصة إلى مبالغ كبيرة تفوق كثيرا المبالغ التي تنطوي عليها المعاملات في الأسواق الأخرى التقليدية المعروفة. مرة أخرى، الاختلاف الأول بين البورصة والأسواق التقليدية المعروفة هو أن الصفقات
التي تتم بالأسواق التقليدية المعروفة لابد وأن تشمل سلعا موجودة بالفعل. السلع حاضرة، السلع موجودة، يراها البائع ويراها المشتري، يلمسها البائع ويلمسها المشتري. بينما قد يتم التعامل في البورصة عن سلع ليست موجودة، عن سلع ليست حاضرة، عن سلع غائبة، أو ربما على عينات فقط من السلع. الاختلاف الثاني، المعاملات في البورصة تصل غالبا إلى مبالغ كبيرة جدا تفوق كثيرا المبالغ التي تنطوي عليها المعاملات في الأسواق التقليدية المعروفة. الأمر الثالث الذي تختلف فيه البورصة عن الأسواق التقليدية المعروفة يتمثل في أن التعامل في الأسواق يتم بمواجهة البائع منفردا لعدد قليل من المشترين. مرة أخرى، التعامل في الأسواق التقليدية المعروفة يتم بمواجهة البائع بمفرده لعدد قليل من المشترين، فلا يؤثر هذا التعامل مهما بلغ مقداره على المستوى العام للأسعار. إذا باع هذا البائع سلعته بأغلى أو أقل من الأسعار السائدة فإن هذا لن يؤثر مهما بلغ مقدار التعامل على المستوى العام لسعر هذه السلعة. لماذا؟ بسبب قلة عدد الصفقات وتنوعها وعدم إذاعة الأسعار التي تمت بها كل صفقة. ليس هناك مذيع، ليست هناك شاشة تعرض عليها الأسعار التي تتم بها الصفقات، فلا يعرف المشترون الآخرون بكم اشترى مشتري معين من بائع معين، وإنما كل الصفقات غالبا تتم دون أن يعلم بقية الأطراف الأسعار التي تمت بها. بينما يكون عدد الصفقات التي تعقد في البورصة كبيرا، يكون عدد الصفقات التي تعقد في البورصة كبيرا وتتسم كل صفقة بضخامة حجمها، فضلا عن علانية التعامل ومواجهة جميع البائعين لجميع المشترين، مما يؤثر في المستوى العام للأسعار. فرق أو اختلاف جوهري بين البورصة والأسواق التقليدية المعروفة. البائع في البورصة ليس بائعا واحدا وإنما عددا كبيرا من بائعي الأسهم والسندات. المشتري في البورصة ليس مشتري واحد وإنما عدد كبير من مشترين أو من المشترين للأسهم والسندات. عدد كبير من البائعين يواجه عددا كبيرا من المشترين، في حين أن الأسواق العادية التقليدية يواجه فيها البائع منفردا عددا قليلا من المشترين. التعاملات في البورصة تكون أحجامها كثيرة والصفقات تكون أسعارها معلنة للجميع، سيؤثر حجم التعاملات وتؤثر أسعار التعاملات على المستوى العام لأسعار المعروض بالبورصة من أسهم وسندات. أما في الأسواق العادية التقليدية المعروفة فإن التعامل مهما بلغ مقداره يكون محدودا ولا يؤثر على المستوى العام الأسعار، لأن الصفقات قليلة ومتنوعة والأسعار غير مذاعة وغير معلنة على المشترين والبائعين الآخرين. الأمر الرابع الذي تختلف فيه البورصة عن الأسواق التقليدية المعروفة هو أن التعامل في هذه الأسواق التقليدية المعروفة يجري بين البائعين أنفسهم والمشترين بأشخاصهم. التعامل في الأسواق التقليدية المعروفة يجري بين البائعين أنفسهم
والمشترين بأشخاصهم، فتتم المعاملة نتيجة المساومة بين البائع والمشتري. النقاش والأخذ والعطاء بين البائع والمشتري تنتج عنه المعاملة، أو يتم وفقا له الاتفاق على إتمام الصفقة. بينما لا يسمح في البورصة بالتعامل المباشر بين البائعين والمشترين. لا يسمح في البورصة بالتعامل المباشر، باللقاء المباشر وجها لوجه بين البائعين والمشترين. إذن فكيف تعقد الصفقات؟ الصفقات تعقد في البورصة عن طريق ممثلين للبائعين والمشترين، وهم من يعرفون بالسماسرة. إذن فالبورصة ليس فيها بائعين ومشترين يتواجدون بأنفسهم ليتموا الصفقات، وإنما الصفقات تعقد وتتم عن طريق ممثلين للبائعين والمشترين، هم السماسرة. السؤال التالي يقول: ما هي أنواع البورصات؟ هناك بورصات البضائع الحاضرة، النوع الأول من أنواع البورصات يسمى ببورصات البضائع الحاضرة. هذه البورصات يتم التعامل فيها على بضائع حاضرة، أي موجودة بالفعل. يمكن أن تكون حاصلات زراعية أو سلعا مصنوعة، ولكنها حاضرة وموجودة بالفعل. في بورصات البضائع الحاضرة تتم عمليات الشراء بعد معاينة البضاعة الأصلية المعروضة للبيع، معاينة فعلية بواسطة المشتري، أو معاينة عينات يقدمها البائع بحيث تمثل البضاعة تمثيلا صادقا ودقيقا. مرة أخرى، عمليات الشراء في بورصات البضائع الحاضرة تتم بعد معاينة البضاعة الأصلية المعروضة للبيع، معاينة فعلية بواسطة المشتري، يراها، يتلمسها، يعرف شكلها، حجمها، خصائصها بالفعل. أو ربما يعاين المشتري في بورصات البضائع الحاضرة عينات من السلعة، هذه العينات يقدمها البائع بحيث تمثل البضاعة تمثيلا صادقا ودقيقا. وفي بورصات البضائع الحاضرة تتم الصفقة بعد قيام المشتري بسداد ثمن البضائع المتفق عليه بين الطرفين. النوع الثاني من أنواع البورصات يطلق عليه بورصة العقود. بورصة العقود، وفيها يتم التعامل بمقتضى تعاقدات، وفيها يتم التعامل بمقتضى تعاقدات البائعين والمشترين دون الحاجة إلى وجود البضائع موضع التعاقد. أمر يكاد يكون غريبا علينا. يتم التعامل في بورصة العقود بمقتضى تعاقدات البائعين والمشترين دون الحاجة إلى وجود البضائع موضع التعاقد. كيف ذلك؟ تتم كافة المعاملات بهدف المضاربة للاستفادة من فروق الأسعار، وتنشأ عمليات المضاربة على العقود بسبب اختلاف مواسم الإنتاج عن مواسم الاستهلاك. مرة أخرى، لماذا تنشأ عمليات المضاربة على العقود؟ تنشأ عمليات المضاربة على العقود بسبب اختلاف مواسم الإنتاج عن مواسم الاستهلاك. كيف ذلك؟ نأخذ مثالا للتوضيح. المثال يقول: تاجر الأقمشة ومصنع النسيج
يحتاجان الى التعاقد معا مقدما. لماذا؟ لكي يتفق الطرفان على السعر العادل، فيضمن تاجر الأقمشة حصوله على احتياجاته من الأقمشة في المواعيد التي تناسبه، وأيضا يضمن مصنع النسيج أن الكميات التي سينتجها سوف تباع. وخشية أن يقع مصنع النسيج في مخاطرة تترتب على ارتفاع أسعار القطن الخام متى حدد موعد التسليم إلى تاجر الأقمشة، فإنه يبدأ في التعاقد مع المزارعين أو من يمثلهم على شراء كميات القطن اللازمة للوفاء بالصفقة المبرمة مع تاجر الأقمشة وبسعر يتيح له تحقيق ربح معقول كمحصلة للعمليتين. إذن هذا المثال به ثلاثة أطراف. الطرف الثاني هو مصنع النسيج، يقع بين طرفين، الطرف الأول هو تاجر الأقمشة والطرف الثالث هم مزارعو القطن. تاجر الأقمشة يريد أن يضمن حصوله على احتياجاته من الأقمشة في المواعيد التي تناسبه، ومصنع النسيج يريد أن يضمن أن الكميات التي سوف ينتجها سوف تباع، فاتفقان على صفقة بيع معينة لحصول تاجر الأقمشة على كميات معينة من الأقمشة من مصنع النسيج. حتى يقوم مصنع النسيج بالوفاء بهذه الصفقة فإن عليه أن ينتج هذه الكميات من الأقمشة. كيف ينتجها؟ باستخدام المادة الخام التي تتمثل في القطن. من أين يأتي بالقطن؟ من مزارع القطن. إذن فمصنع النسيج يسعى إلى التعاقد مقدما مع مزارع القطن للحصول على احتياجاته من القطن اللازمة للوفاء بالصفقة التي أبرمها مع تاجر الأقمشة. كل هذه عمليات تتم في بورصة العقود. أما النوع الثالث من أنواع البورصات فهو بورصة الأوراق المالية. هذه البورصة تشبه بورصة البضائع، إلا أن التعامل فيها يقتصر على الأوراق المالية من أسهم وسندات تصدرها الشركات، وأيضا أذونات تصدرها الحكومات كلما احتاجت إلى قروض. إذن فبورصة الأوراق المالية تتشابه مع بورصة البضائع، إلا أن التعامل فيها لا يكون في بضائع حاضرة، حاصلات زراعية، سلع مصنوعة، لا يكون في مثل هذه البضائع، وإنما يكون في أسهم وسندات تصدرها الشركات أو أذونات تصدرها الحكومات كلما احتاجت إلى قروض. تتكون بورصة الأوراق المالية من نوعين من الأعضاء. النوع الأول يسمى بالأعضاء العاملين أو السماسرة، أما النوع الثاني فيسمى بالأعضاء المنضمين، وهم الجهات التي تنشط في شراء وبيع الأوراق المالية لحساب الغير. من هذين النوعين تتكون الجمعية العمومية للبورصة. مرة أخرى، بورصة الأوراق المالية تتكون من نوعين من الأعضاء. النوع الأول الأعضاء العاملين وهم السماسرة، النوع الثاني الأعضاء المنضمين وهم الجهات التي تنشط في شراء وبيع الأوراق المالية لحساب الغير. من النوعين تتكون الجمعية العمومية للبورصة. تملك هذه الجمعية العمومية للبورصة أوسع السلطات في إدارة البورصة وأيضا في الرقابة على أعمال البورصة. وهذه الجمعية العمومية
تنتخب اللجنة التي تدير أعمال البورصة. إذن فالجمعية العمومية للبورصة تملك سلطات واسعة في إدارة البورصة والرقابة عليها، وأيضا من حق أعضاء هذه الجمعية العمومية أن تنتخب اللجنة التي تقوم بإدارة البورصة. هذه اللجنة تعد بمثابة مجلس إدارة للبورصة. يمول نشاط البورصة من رسوم قيد الأعضاء العاملين وما يسددونه من اشتراكات سنوية وما يحصل من المتعاملين في البورصة من رسوم عن العمليات التي يجريونها. مرة أخرى، نشاط البورصة يحتاج إلى تمويل. نشاط البورصة يتم تمويله من ثلاثة مصادر. المصدر الأول رسوم قيد الأعضاء العاملين. المصدر الثاني ما يسدده الأعضاء العاملون من اشتراكات سنوية. أما المصدر الثالث فهو ما يحصل من المتعاملين في البورصة من رسوم عن العمليات التي يجرونها. في هذه الحلقة تناولنا بشيء مبسط وبفكرة مختصرة موضوع البورصات، أخذنا فكرة متواضعة عنها، ونكتفي بهذا القدر عن هذا النوع من أنواع المنشآت المالية، ونلقاكم في حلقات قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.